انا بس كنت عايز اسالك سؤال يا استاذ لارج. ايه الكبير؟ الكبير ايوه يا كبير. هو انت اخر مره غيرت فلتر للشنب كان امتى؟ ربيع ايوه قول ان انا الار بي ام عندي بقى في الاحمر ودقيقه وهطربق الورشه اللي فيها. تطربق مين؟ والله العظيم افط عليك. انا عجوز بس عصب وعندي السكر وهشاشه عظام، يعني لو حصل لي حاجه ابنك هيفضل عجل وانا اروح في ابو رواش. هو ايه ده؟ هو ده بيهددني ولا بيستعطفني؟ ما تخلص يا عم الخرفان. انت بتزعق تاني؟ انت ما حرمتش؟ ابوس ايدك. كفايه هبل بقى وعبط من اللي انت بتقوله ده، عشان المسدس اللي معاه ده ابو حقيقي. انا مش عايز اموته، انا اعمل لك انت خاطر. خاطر بلا وسوس، اخلص. اهدى يا كبير. تشرب عناب. خلاص انا عرفت الغلطه فين. ايوه فين؟ محتاج بس اسال سؤال، ممكن؟ اتفضل. هو بينتش؟ هو ايه اللي بينتش؟ الواد وهو بيمشي بينتش؟ لما يكون ماشي بسرعه ويهدي مره واحده ايوه بينتش. وما بيصحاش غير بالزق. بس خلاص. ايه؟ انا عرفت المشكله فين. ايه؟ انت عدلت القلويه في التركيبه ازاي؟ بالطماطم. حمار! خرب بيت ابو اللي جابك، وانت بتعمل دمعه. كان المفروض تحط في التركيبه دي شيري توميتو، يكبر تحط له طماطم، تعرضه كابوتشي. ايه يا ربيع؟ نسيت المنهج؟ ما نسيتش والله يا بروف. انا عارف كل اللي حضرتك بتقوله ده، وعارف كمان انه عشان يطول ياخد بصل اخضر او قطايه. بس هو الحقيقه يومها وانا بجيب الشيري توميتو لقيته غاليه جدا. تستغل الشيري توميتو وتضيع ولدي؟ ليك روجه دلوقتي. لو انا جبت الشيري توميتو دي هتنفع التركيبه؟ عيب. انت بتكلم الدكتور الشامي؟ طب انا اوريك يا ولاد. تعالوا تعال يا شريف، تعال يا مدحت حبيبي، يا تعال. احنا فسحة نص ساعة ونرجع نكمل الشغل تاني. يلا فسحة 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 فسحة. خرشوا الشابي، خرشوا الشابي، عايز اعشك نجيب شوكولاتة وعصير. حاضر يا حبيبي. 10 جنيه ده عايز ب 12,000 جنيه شوكولاتة وعصير. مين ده؟ ده شريف ابن اختي، 5 سنين سجن. لا سن، الواد عرفني. كل ما يجي لي زياره البيت يقعد يشد في شعري لحد زي ما انتم شايفين اهو. فقلت اكبره هو واخواته ييجوا يشتغلوا معايا في الورشه، وهو برضه يصرف على دراسته واخلص من رزاله امه. تعالى ده شريف، خد هات له ليتر وادي معاك. جت في ودنك. خد في سرتك انا. اوعى الوضع دوت، كل يوم بيقتل حوالي 7 من ولاد اخته. بس ولاد منصور برضه كان فاكر شعره غزل البنات. انا عايز اروح. لا والله ما يحصلش، انت مش هتمشي من هنا غير ومعاك التركيبه، بس بشرط. ايه؟ تباتوا معايا عشان انا بقيت لوحدي، واعمل لكم صينيه بطاطس مفعوصه بزيت الباكن تاكلوا سوا بكم وراها. قسما بالله ما دايق صنف الزاد طول ما انا قاعد هنا. لا الله يا ازعل موتك ربيع. قول له نقعد بقى ولا رايك ايه؟ انت مخبل يا انت؟ بقول لك ايه؟ خليه يقوم يعمل التركيبه قبل ما اروح اجيب شريتوميت هواتي. حاضر، اتكل على الله انت.